كفايه على جامعه الدول العربيه. والله ما خدت بالي منها ولا انا. انا اسف. لا لا نعم. باعتبار ان انت جاي عند حضرتك ولا ايه؟ مش فاهم. هو بلد ثورة يعني، واحنا من الثورة يعاني في مقاومة سوريا. لا انا بتاع التصوير. هو انا بتاع التصوير. الشبكة مش قليلة. الشبكة والنت واقع. بقيت بفكر في الاعلام عندنا.